السلام عليكم يا اخواتي، نوم مشجانت مليح تمنى ان شاء الله تيليمت مليح. نوحش شويه البريوات نوينات نتجوز نقاويت كلها ما نزيديتك، خاصة تقلق شوية في شخصة تقلق فران ما يمينش قضع غير حوايج ديال السكريات ديال تمن تنيتنا دي في الدار كلشي كسخفان وش اخو نغاصة الشركة غادي نبدو كالينو. اذكر شوية البريوات فران اتخزر ما جدغيا سنت يعني وقت جي نشري الزجت وانت صغير تصغ شري السكر انت صغير تصغي ثمنت يعني صغير ثمنت انت قاضي ثمنت وشا اخصك مشاكر فيديو يعني تا اذكر وين في مشكلة توالان جوزي يحري حاري خثان مخثوعة اذكر غيش طنجاش القارفة يا اخوات نشوي تحور غادي يستكرش السكر نهائيا ما يمي سكريات نقل عخم دايره رمضان راه غايف في رمضان ان شاء الله ديري خير. اذكر مظهر نتاخر وطغ العجينه غاري نوينات نجوز يا اخواتي نو شخصك لو تشارك فيديويا نوح شويه شنو غاس اذكر شويه ما يمي لا الا بحول غادك الكفار وغادي يسبو السكر ما يمي ملي دا السكر تيوز العجينه نستكا مشكيت ولا انت يا اخوات غير قرفه نجوز شويه مظهر نبقى كمرة العجينينو شكي توالنت خو أبدي أطعمر نو قرد انت ماء الزهر ثاني تا وخصك شاب قرد الزبدة أذكر من بعد الزيش تحرشت كل شيء على حياتك قرد الزيش تحرشت قرنا بصحية وشي كل شيء تقرد الزيت وتسخرخش سنوني لما لقرد القالي وها نبدأ بسم الله شكل تولنت أزاد عمرة البريوات تولنت يا أخوات غير توريق نتم الزيانين شكي غسنت طريقة يوقف ناين زون تقارب شكل تولنت يوقف ناين أبو شكل تقفينو تحبوزين شكل تولن مكيدي يامو هات الساس غدا دير وسط شاد سكا بالطريقة يون شسمون خثنين باش هادي ياوضن شاب زيغ بسم الله هتشكل شكل لونيتا كي تولنت يا اخوات امو شت سمرقيط دانيتا الشكل دانيتا يا امو غتستمر بنفس الطريقه يا اخواتي نو شكي وانت الدوره مشكل تولنت يا اخوات هاد غازين الشكل نضني اللي ديال سيهون ما يمثل فونتاي تم مزيانين وتجيبو دوا توغا خصو وفيق شاشي ويغد يعني غسقي كيف كيف كخفينو يامو وما ينتزدور غواها امو مشكلة ورانت تزدي هون تبدير بسم الله هذا يساسق بريوات هنخزن مش دغيا سنت البريوات وفران الطريقة انت برسك مهمة ديري صبح انت ديري انت صحية ما يهمش ان هذا قطص لكن قضى يسنت جوز دا يسنت قارفة يدرق جخارة الفواح غتستمر غمو يا اخواتي نو شا انا تشقات بصب كفاران تقعد كفاران على حسب افخزا على حسب الزوغد وجدنت صافي انت تصدارغ عند هنا شوية سزش تسنج الزيتون وهمشا تزوغن وشا هاد ندول الطريقه تنكرت توانتي يا اخوات قد زويغنت يعني انت حمرنت انت جغر غزوغنت شي انت غادي تهمنت غادي دا تهمنت تقدر دي تهمنت جيبون السكر يعني صغيت دوال كي نوصل من نيشان ماشي نيشان هذا راه تهمنت مني غادي تاخذ البريوات بركه تقشات تسقي كدرست
شن تحبوا هاي نهارة بغيت تعجب شن شد تريث دينين تجيبي تريث قيمة من الحمام على حال المغرب يقيمة جوج مزين تساعد تساعد توضيوض مزين تساعد شقس وجه الغبريوات وش قيمة الحمام بعد ما قد تزويغنت مشكلة وهم يا أخواتنا بعد ما كسرت البريوات من الصفار عندي تقضي تمنت شكلت ولام بسم الله عندي صغط صغري تمنت راح نتحمل باش اسوم تمنت منه تويت يا اخوات قش شكل جسقق شت سنت الحادقه انا غير بشويه نهاره هذه سير مشكلة وين ثاني ثاني كختي ثم انت سقق جسسه طعم رغيش سجوز سدسه شنو سقق شويه نرشه الجنجلان ديكور واه مشكلة وين خواتينا والله الا تسنتيت صبحان تشنان حسن صدقني القالي ني نزج سكوا سكوا ني تحاول ما امكن ما يقدر شويه من السكر بعدا غير دير رمضان غير دير رمضان هو الناس ما عليهش يمكن خوات جيبو ما عليهش مشى يعني بالاحسن ما ديك حادو يصح الناس صح نطاروا الناس وتقني تشهق من تاف موت ولا محاش تشهد وفر واش نتكر للزبده لا والو لا السكر هاد الخدام من ثاني تغاري باش نستمر مس الطريقه يا اخوات الصحه والراحه ان شاء الله تمني غدا يوم يعجب طبق النهار الله يجزيكم بخير السلام عليكم ورحمه الله باش كديت وانت يا اخواتنا كملت حق جي رجنت لها نتحبه البرافه ما تيقفينا من شوية تقصد من طالع حساسية الناس قد يخفينا حنجان كل شيء جا خفرة يخفينا لا يخلف الصحة والراحة إن شاء الله سنتي تشنانت ما شاء الله والله سنتي المخيرة الصحة والراحة السلام عليكم